جاي أثبت قد إيش طورت وعندي إمكانيات كثيرة قادر أطلعها للعالم. أنا جاي هذه المرة لهدف حقيقي. غلطة واحدة بوم. الشيف بشير كان أول من سلم سكاكينه. في الحلقة القادمة توب شيف أول ستارز كتير غير في روح محاربة. بقعد فتش عليهم وين؟ أيوة حبيبي في الفريزر. أيوة في الفريزر لون حبيبي على قباك لأنه إن بليون انفجرت بالمطبخ. هلا سروق هذه أصعب دخلة. أول شيف عبر مرحلة خطر وصار في أمان هو توب شيف أول ستارز الأربعاء 9:30 بتوقيت السعودية على MBC1. تابعوا الحلقات بعد عرضها على الشاشة مجانا على شاهد.